أرجوك يا عم أقدر موقفي يا عم، أنا مش هقدر أعمل أكتر من اللي أنا عملته، وبعدين أنا مقدرش أرمي نفسي، مقدرش أبقى لازق كده، وبعدين أنت عارف أنا عندي شغل قد إيه، أنا عندي مليون حاجة أعملها يا عم، أنا مش فاضي. اسمع بقى يا ضد، أنت اليومين دول مراكش حاجة في الدنيا غير رانيا، أنت فاهم؟ أي شغل مهم ما استناش أنا هكلف بيه حد تاني يبقى مسؤول عنه مؤقتا. يعني ما ينفعش طبعاً، وبعدين الموضوع مش موضوع شغل يا عم، أنت فاهم قصدي؟ وكمان ما ينفعش الأجازة تمر من غير ما تكون مقتحمها، مال دماغها منسيها الوادي الزبالة ده. أنا مش خلاص غورتهولك، خش بقى. أعمل إيه طيب؟ قول لي أعمل إيه يا عم؟ يا ربي أقول له إيه الواد الحمار ده؟ يا حبيبي الديسنس اللي أنت فيها دي ما تاكلش مع البنات الأيام دي، ما يحبوش الواد الديسنت الخجول ده، زمن وعدى. اقتحمها نغبش في قلبها. شكلك مش هتعرف تعمل حاجة. أقول لك اخترع كل يوم حاجة عشان تقابلها، مرة عجل، مرة دايفنج، مرة سفاري، ما انت عارف مرسى أحلى، لففها. طب وطنط بقى يا عم، أعمل في طنط إيه؟ اسمع الكلام اللي بقولك عليه، سيبك من طنط. انت مش خلصت أكل؟ أيوة. يلا أنفذ. طيب شوف الواجب اللي عليك واعمله بذمة. حاضر. بذمة. حاضر.